مساء الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي سين، واهلا وسهلا بكم في لايف جديد. موجودين معكم في لايف من بداية جديدة، بنعمل لكم مراسم عزاء زوجة الفنان والنجم سمسم شهاب. طبعا النجم في حالة انهيار شديدة منذ قليل، يعني زي كان يقف بين يعني يتلقى العزاء، لكن حصل ان هو حصل انهيار عنده وحزن شديد، فيعني دخلوه جوه زي ما احنا شايفين كده، يعني حالة انهيار شديدة على وجه الفنان الذي كان نشر على صفحته على الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كان نشر من عدة أيام بيطلب الدعاء لزوجته التي وفاتها المنية أمس بعد صراع مع مرض طويل، مرض السرطان الذي أصابها وجعلها يعني ربنا يرحمها ويجعله في ميزان زي ما احنا شايفين كده، حالة حزن شديدة بتبدو على وجه الفنان وتنكسو على وجهه. طبعا كانت هي زوجته التي شاركته يعني حياته منذ سنوات بعيدة، لكن يعني أصابها المرض، وبعد فترة طويلة من الصراع مع المرض كان يعني وفاتها المنية. امبارح تم صلاة الجنازة عليها في العبور الأسرة الخاصة، والنهاردة زي ما احنا شايفين كده يعني حالة حزن شديدة أثناء تلقي واجب العزاء. المطرب او النجم سمسم شهاب معروف انه مطرب شعبي وله العديد من الاغاني، ويعني شارك في اعمال سينمائيه ودراما، له العديد من الاغاني الشعبيه واغاني الاعمال الدراميه، كمان شارك في التمثيل في افلام ومسلسلات. مشاهدينا في كل مكان، احنا موجودين في منطقة إمبابة، مشاهدين سيما كفر، احنا موجودين في منطقة إمبابة لكم يعني مراسم عزاء زوجة الفنان أو النجم سيما شهير.